امبارح كان في مؤتمر صحفي لرئيس هيئة الدواء للإعلان عن مشروع تتبع الدواء وأهميته في ضمان سلامة وفعالية الأدوية في مصر، واستجاب طبعا للتحديات اللي بتواجه قطاع الصحة بما في ذلك مكافحة الأدوية المزيفة وغير المطابقة للمواصفات والحد من التداول غير المشروع. طبعا الكلام ده بسنت هيتم من خلال تطبيق نظام تتبع للدواء والتأكد من أن الأدوية المتاحة في الأسواق ذات جودة عالية ومعتمدة من الجهات الصحية المختصة. هو التتبع الدوائي نظام عالمي بيتيح لنا كسلطة رقابية على الدواء ان احنا نعرف كل علبة دواء من ساعة ما بتطلع من المصنع مرورا بمجالات التوزيع او المخازن والموزعين للصيدليات لحد ما بتوصل لإيد المريض. ايه فايدة التراك اند تريس او التتبع الدوائي؟ ان ما بقاش في حاجة اسمها غش، مفيش حاجة اسمها تهريب، مفيش حاجة اسمها دواء منتهي الصلاحية بيتباع في السوق. بقدر أشوف أحكم، يبقى في عندي نظام صارم للرقابة على كل علبة دواء، لأن كل علبة دواء بتطلع من المصنع كل علبة دواء بيبقى عليها رقم غير العلبة التانية اللي زيها بالظبط. كل علبة ليها رقم، فالرقم ده أنا ببقى شايفه من الهيئة هنا، العلبة دي موجودة فين واتباعت لمين. ابتدينا اوريدي، احنا مش لسه هنبتدي السنه اللي جايه، احنا بنقول هيتم الانتهاء منها في ان شاء الله من 2025، لكن احنا ابتدينا اوريدي. وزي ما قلت في الحديث الصحفي من شويه ان اطراف المنظومه دي اطراف كتير، يعني هي مش بس هيئه الدواء، هي مصانع، هي موزعين، هي مخازن، هي صيدليات، هي مخازن استراتيجية موجودة في هيئة الشراء الموحد، هي وزارة الصحة، وزارة الصناعة، وزارة الاتصالات، لأن كل دول داخلين في منظومة التتبع الدوائي. بروتوكول النهاردة هو بين شركة داف وجي اس 1 تحت رعاية هيئة الدواء، وده جي اس 1 بدونها مفيش شركة جي اس 1 هي المنوطة في العالم بالترقيم علب الدواء او ترقيم اي حاجه تدخل في منظومه تراك اند تريس، لان في منظومات تراك اند تريس لكل صناعه ليها منظومه خاصه بيها. بما ان احنا خلصنا المشاريع الاسترشاديه نقدر نروح للتطبيق على المستوى العام، وعشان كده كان مهم جدا ان هو هيئه الدواء تكون بترعى الخطوه دي عشان نقدر نتحرك في اتجاه بتاع تطبيقها على مستوى الجمهوريه مع التطبيقات المناسبه اذا كانت دوليه او تطبيقات نستعملها من شركات في المنطقه او عالميه يعني.